Isam! يلا عصام اشلح مريولك وحط شنطك وتتغدى سقع الكشك. عصام يلا سقع الكشك تعتغدى. كفي غدو وامروح عند عمتك تجيب بساط الحليب لاختك قبل ما تغيب الشمس. بدي مصاري. ليش المصاري؟ بدي ظهر الصورة. تغدى بلا مصاري يلا. سام يلا يا عصام سربوا العنزيت.
قولوا له بس التهي عن دارسها. عصام مرحبا. يا جبت لك صوت الحليب، بعتت لك ايه يا امي؟ قال تتظهر لي الصوره. ايه الحقني. الأستاذ نجيب عن يتجوز لساته بزيت العينات؟ ايش بدك هالصورة؟ بدي أعمل فيلم. عن ايش بيحكي هالفيلم؟ هيدي صورة جدك الله يرحمه، وانت طالع تشبه له، تبقى حضرنا هالفيلم. مريم مريم، خلص الفيلم، قوم احضري.
هيدي ضيعتي، هيدا بيت جدي، أجمل بيت بالضيعة، وبي عامل عرسه فيه، وهيدا بي نهار عرسه، وأنا خلقت ببيت جدي، وهيدا أنا، وجدي راح عند المختار وسماني على اسمه. جدي لكان لا يقرأ ولا يكتب، كان يضل يقول لي يا جدي تعلم تعلم، بكرة بتخدم الخوي بالمسيرة. المسيرة هي زياح الصليب اللي بنعملها بتضيع نهار الجمعة العظيم. وأنا كبرت وتعلمت بس ولا مرة خدمت الخوري بالمسيرة. وهيدا جدي تلفني تظهير الصورة سطل حليب وقتلي.